اهلا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده والمباشره من برنامج السهره الوطنيه. استضفنا لكم فيها الاسره الكبيره المعروفه في الوسط الفني الموريتاني، اسره الحبادي والنان الفنانه الكبيره جميله من تبوب وجدو، مرحبا بكم سهلا. والفنانتين الشابتين عزه وعفاف بناتي حبادي والنان، مرحبا بكم سهلا. ومعانا ايضا العازف صاحب الأصابع الذهبية على آلة الجيتار زيدان والحبادي والنان، مرحبا بك سهلة. ومعانا الأديب المتميز محمد صالح والصالح، أهلا بك. وأهلا بكم أيضا مشاهدينا الكرام، هادين لكم كلمات وأنقام هذه الحلقة وراشين عنها تنال إعجابكم، مرحبا بكم سهلة. جميلة، مرحبا بك سهلة. جميلة، شن هو تقييمك للمرحلة اللي فيها الفن راه؟ مرحبا وسهلا وهلا. مرحبا الدار، وسلم على القناة الوطنية وعلى برنامج الزين القيم. وسط الفني ما شاء الله الفن خالد وزين، ما شاء الله فيه فنانين صار معروفة كاع موريتانيا، ما شاء الله مزيان تحس بالشعور. وزي الجيل المودي ما شاء الله اللي صاعد كامل اللي وزين، ما شاء الله مشاعر. الحمد لله. ان شاء الله موريتانيا، احنا ما قلت نقول انه كنا كلنا ما رانا كاع تولد في الموقع. حق كامل اللي فيها زين كامل عندنا. صل الصحة. اي والله راك لا تقولي ان ناتحة فيك حالك. والله راني مسعد على الجمهور كامل وعلى موريتانيا وعلى العالم كامل. اللهم صل على النبي المحبوب، على النبي المحبوب الشافي من العلل ودواعي القلوب ومقيل نظراتي ومفرج الكروب ومقيل عذراتي عذراتي العذراتي ومفرج الكروب. قد النبي برق يا الماء تعطي وتخوف وتطمع، عطاكم مولاك والسلع وبلا وبلا من الحجة تسلع. هذا مش اللي عاد تفاق من تخوافك لو تطمع ما خلا بيا تضيق، ما خلا بيا تضيق ولا خلا بيا توسع. راكم مولك وسلع وبلا من في حجة سلع، هذا مش اللي عاد تفاق تخوافك لي وتطمع ما خلاها بيا تضيق ولا خلاها بيا توسع. زين الخلالي زين الفعالي زين الاسامي، ذاك النبي ينادي صلى الله عليك عليك صلى الله عليك يا ذلك الوجه المنير يا النبي الأعلى. الله عندي وحدي، الله عندي وحدي، الله عندي انا وحدي، الله عندي انا وحدي، انا وحدي، انا وحدي. Thank you.
وجابع والبعدي يرضى عندي انا وحدي يرضى عندي انا وحدي يرضى عندي انا وحدي الله عندي انا وحدي انا وحدي انا وحدي والله لسكي جميلة، هاي غطانا على اللحية زينة ما شاء الله، وأديتيها على أصالتها وطابعها اللي كانت تعلي. ايوه عفاف قبل الميكرو، مرحبا بك وسهلا. عفاف شاركتي مسابقة النغمة الذهبية، هي أول ظهور لك، ما ترى كان هذه المسابقة كانها أضافت شيء لعفاف؟ وتجربة كمان هسه صر الصحة. اي والله راك ليه تقولي ان متحة هون فيك حالك؟ ولا قمر ولا نجوم ولا نجوم نجوم ولا لوح ولا قلم ولا نجوم نجوم ولا لوح ولا قلم ولا نجوم ولا نجوم ولا
تكون انت فيك اللي مخصوص ومراد لخسر ما ونكون انت عفاف المدح زين عليه الصلاة والسلام أديتي لهم اللي أداء زين هاي ظهر كلمات من ذي المدحة عفاف هاي المدحة كلمات من هاي كلمات الشاعر الكبير المرابط بالقال وهذا تلحين الفنان والملحن والعازف وليد بدندن الله يزين إن شاء الله الله يلحن كلماتها زينين وتلحينها مالي زين ان شاء الله اي أيوة وضارك عزة لا تقولي انه هو شيف سينيكا Thank you.
زين صوتها وتعود تخبط ردينا في نفس الوقت تلعب الطبل. تبع ما شاء الله الليله فرحانتين عن الحمد لله الفنانات شابات اللي في سنك اللي مازال تمسكين بشمنا صالتهم. والله خليت بنين شهور سينيكا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله ويا الله يا إيه ويا الله يا عزك متليع الشيني عاد رديف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف لا نتكلم بالسيف بالقياد بياكيف غيرك ولا نزاع بقلبي ولا نزاع من القياد بلاكيف من القياد بلاكيف اللي قالت نسمع ويا وصل هي لكيف اللي قالت نسمع وصل هي لكيف اللي قالت نسمع نسمع واصل هي لكيف عزك متليع من عزك متليع من شيني عاد رديف من عزك متليع من شيني عاد رديف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف درجة وسمع فنانة بالتعريف انت درجة وسمع فنانة بالتعريف انت درجة وسمع وسمع فنانة بالتعريف نعزك متليع مشيني عاد رديف نعزك متليع مشيني عاد رديف غيرك ما نبدع نبدع نتكلم بالسيف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف غيرك ما نبدع نبدع ولا نتكلم بالسيف لا نتكلم بالسيف مين وعليا يا لطيف تنهول ماي مين وعليا يا لطيف
هذا الخبيط الزين وهذا الهول النظيف. عزك متليع مشيني عادرتي مشيني عادرتي غيرك ما نبدا على بدا ولا نتكلم بالسين غيرك ما نبدا على بدا ولا نتكلم بالسين ولا نتكلم بالسين جميلة جميلة اتركاكم قطو شبرتو عروض في المهرجانات اللي يخلقوا في الدول العربية ولا في الدول الأخرى. والله ما شاء الله قد شاركنا في مهرجان قد شاركنا في مشاهدنا في وزارة الثقافة الموريتانية هون للإمارات العربية المتحدة مشينا لها عندنا عيدهم ذاك اللي عندهم قد شاركنا في مهرجان في الجزائر وشاركنا مهرجان في المغرب هناتي مهرجانات مولي موريتانيا ولا يوم المدن الثقافية ولا شيء مهرجانات الثقافية والله الثقافة هناك هذو المدن القديمة المدن القديمة زين إن شاء الله والله إن شاء الله وزينين مولي ناشتنا إن شاء الله هو طرى وياسر مشي البلد ما شاء الله والله ها وقاع المهرجانات المحيا المدن التراثية القديمة ما صعبة ما شاء الله ياسر إن شاء الله خلق ياسر مشي إن شاء الله إي والله راك ليش تقولين هون شيف سينيكا الله يهدي صباحو الله يهديه وقولي لنا شيف كحال راقو احنا اصلا الفنانة الموريتانية متميزة دابارتين والفنان مولي متميز بالتيدينيت هذا هو فن هو تقليدنا والعندنا من الفن تراثنا الزين والله وانا معلمتي والدتي راني بعد ليلة مقدمة تحية كبيرة بيني نعرف انها واني راهي صارة راك تخرص اللي خليها ان شاء الله عندو حد ان شاء الله يخليه له عاد مثلين هما اللي ما شاء الله هاردين معروف الله يهديك انا والدتي والدتي ما شاء الله هاردينها معروف اللي عندهم تيجي الفنانات ما شاء الله الاولين اللي هاردينها زين وتعلمتوا لي ما شاء الله وزين عندي ونبقي لها هو منين نعود في العالم ما اشوف حد هاردين بحال كاع يسولني عنه بعد كاع ودانا بعد واحد نسول عنه هاردين شنو وزين عند الناس كامل العالم كامل ما شاء الله سافر شنو كلها هاردين زين ورواه زين المهم عندنا اي والله راك تقولي لنا بيت حالك والله اللي نقولوا بيت بيت كحال فاق اللي نقيسوا كحال فاق ونقول بيت وطايلات وعندي متحمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هون في كحال فاق والله اللي في كحال فاق ان شاء الله ولي يقول انا والله تفضل
جميلة. عندكم هون متحف كحال والله؟ عندنا تيدين لرسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. يا قاعش بشرين قال بدي الحلقة يا لولي لي 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 وعلى قشوة عدنان أحمد تنفعكم يوم القيامة وتنفعكم في الدنيا والكد يا لولي لي 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 الدرجة والشان قران أمور قران الدرجة والشان أمور الدرجة والشان قران أمور الشان والدرجة قران أمور القرض ما هو بهتان من عند الجد 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 يشهد بيوم المكان والزمان والزمان واللي يشهد يشهد بيوم الزمان والمكان واللي يشهد عنده التي والتان ذاك وذاك عليك جد مسرسل عنده التي والتان ذاك وذاك عليك جد اللي الأول ما يدخل واحد منه قد قيار مزكيه القرآن وهو بالقرآن ومجد مزكي القرآن هو بالقرآن ومجد وهو هو مولى العنان الشجاعة اللي ما ترتد هو مولى العنان في الشجاعة اللي ما ترتد هو يوم ديدا هو يوم ديدا يا لولي صلي يا اخوتي باللامة صلي يا اخوتي باللامة اعلى قشوة عدنان احمد تنفعكم يوم القيامة تنفعكم يوم القيامة تنفعكم في الدنيا والكد تنفعكم في الدنيا والكد تربي مو
وشان ولقران الدرشة وشان ولقران الدرشة قران ولقران الدرشة ولقران الدرشة وشان ولقران الدرشة وشان ولقران الدرشة وشان من عند الجد جد الجد مول القرن ما هو بوتان من عند الجد 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 يا شد بيها هون المكان يا شد بيها هون الزمان والمكان مولي يا شد المكان مولي يا شد مسلسل عنده تي وتان مسلسل عنده تي وتان ذاك وذاك عليك جد وذاك وذاك عليك جد ذاك ذاك وذاك عليك جد مسلسل عنده تي وتا ذاك ذاك عليك جد ذاك ذاك عليك جد هو هو مولى العنان بالشجاعة ذي ما ترتد هو هو مولى العنان هو هو مولى العنان هو هو مولى العنان في الشجاعة ذي ما تنعل بالشجاعة ما تنعل هو هو يوم ديدان هو هو يوم منين عليكم يستد وبيوم عليكم يستد الحال صلى الله عليه جحدان على نبينا محمد صلى الله عليه جحدان على نبينا محمد وانتم صلوا يا القمان وانتم قولوا يا القمان وانتم صلوا يا القمان وانتم صلوا يا القمان وانتم اتي قولوا فرد وانتم اتي قولوا فرد وانتم اتي تم فرد وانتم اتي تم فرد صلوا على قشوة عدنان صلوا عليه قشوة عدنان صلوا عليه قشوة عدنان تنفعكم يوم القيامة تنفعكم يوم القيامة وتنفعكم في الدنيا والكد تنفعكم في الدنيا والكد صلوا يا اخوتي باللامة صلوا يا اخوتي باللامة على قشوة عدنان احمد تنفعكم يوم القيامة تنفعكم يوم القيامة تنفعكم في الدنيا والكد صلى الله عليه وسلم اسكي جميلة هذا ما شاء الله قمت تشوعر في تهيدينا ما شاء الله اللي قلتو زين والله اللي زين ايوه محمد صالح محمد صالح شنو هو تقييمك للساحة الأدبية شكرا راني شاكرك على الاستضافة شاكر القناة من وراك اللي تقول لي الساحة أنا قاعد ما نقدر قومها بي اللي فيه شعراء اللي مقنين اللي إن شاء الله الطراز العالي تقيمهم إن شاء الله إيه غير ما عليك جيل كبير ما خاسر عليه شيء ما خاسر عليه ما مخيوف عليه الساحة فيها ضرك ودباء شباب من جيلي أنا واللي قاعد أصغر مني الحمد لله يقولوا الغنى الزين غنى الزين وقاع الكبار الاوائل هاك اللي يقولوا قاع معروف لوش حاجه ايه معروف لوش غنى دارك لا ما خاسر عليش ما عليه خوف دارك انت ايوا دارك لي تحكي لنا هو شي بما ان لي ندخلوا التحرى لي تحكي لنا شي في بياض فاق والله والله جيت هرشو الله 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 قال قبل مجطاها كان رقيق فعل الناس وجلسي قبل مجطاها كان رقيق فعل الناس وجهلها السيد وقراها بمشيه ولطريق الحق الناصع كردها ومرقها بالدين من الضيق ولمناها الخلق وردها عز الطاها فات المليك في هذه الأم وردها وبشرت بيه ويا القرب عليك حميها والله بردها اسكت قلت في النصرة هذا من باب النصرة حق لين احكي لكم اللي هنا طلع قال عود بخلقك ينبالك شان وش لقاع بخلقك يشيان هو أساس الدين والإيمان من دون الخلق لا نفاء أول شي يسبق في الميزان الأخلاق إذا ما هو تلفاق وشكر بيها فات الفكاك الرسول من أسبع طباق وبعد للمخلوقات إياك تم مكارم الأخلاق لا نحكي لكم اللي طالعه هون النصح والتوجيه
قالف اخوتو حدي دوري السودي حلاوي يتكايس ويعود ما يتفلها كذب ومعهود بالنصح وقوام العهد عن طلق العار يتميلو ويوصل رحيم ويودو والفخر يخليه تفوبيه معيوباته ما ينعدو ما يشمر حدو لا يعطيه مكانه ما كانت عنده في اخوتو حدي دوري السودي زين ان شاء الله زين ان شاء الله محمد صالح هو جميلة لا تقولي انه هو شفت حرام هو مالو مالو هو مالو مالو هو
حط حسك زين حط حسك زين وفرح من فلك فلك تفاصل بين الزين زين وفرح من فلك فلك وتفاصل بين الزين ومال 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 بالحين ومال ومال تبقى جواب مجيه سامع لك القالوا القالوا عن جميل فرحين سامع لك القالوا القالوا عن جميل فرحين السر الشور ولا هي سر فاخلاقي قطعا زي الشور ولا يسر الشور ولا يسر زي قطعا بخلاق زي قطعا بخلاق زي الهول والهول اللي قلت وفر خايف قاع من العين ها والهول اللي قلت وفر خايف قاع من وذين والهول اللي قلت وفر خايف قاع جميلة هذا ما شاء الله شور زين ما شاء الله وجميلة لماذا ما قط مفتاح معهد للتعليم الموسيقى القديمة كيف تديني تواردي تعليم الشباب الفنانين اللي ياسر منهم ما يعزف على أرجي ولا يعزف على التدينيت والله شكرا شفتي هذا قطعا سؤال وارد به لي أنا كأبن فسين عندي منظمة وطالبة بعد من المنبع وزارة الثقافة أن لا تطيع عينها إن شاء الله يوصلهم إن شاء الله يرقدين على علامة الفن هذا التدينيت واردي أنا من فسيان وقطعا عندي بعد جهتي وزارة الثقافة واللي حسست لها ولك طبعا شفت المعهد به اللي شفتي هذا التدينيت من ما يعلم ليس الله بخير وإحنا بلاردي التدينيت ما نمو اللي خالق وتراثكم وعنوانكم هو اللي عندنا والله اي وضارك ليه تقولي لنا شوف لك حال والله يضحك ليه يسوني والله لك حال اصلا قاع سري بالزوان قبال
لك حال اصلك يا عزري فالزوان قبال فالزوان قبال وعليه الليلات مري مرور الكرام وعليه الليلات مري يعني شوي عليك ما عند بداية لك حال اصلك يا عزري ارتان وفي الهول ارتان في الهول اللي ارتان وعليه الليلات مري مرور الكرام وعليه الليلات بالليل مرور الكرام مرور الكرام لك حال اصل انقاع سري في الهول اللي ارتان وعليه الليلات مري مرور الكرام لكن عرفتي معنى ذاك هلا اللي مرور الكرام صدق الله الله هذه الحفله راني بحق ذوابل الموريتاقع كاملين فهم اللي راني بحق ذوابل الحوض الغربي القاع هذيك الناس كامله انا تعرف اني نبغي ذلك حال انت كان لا خلص منك تتوقف منك قبيل التحميس وقبيل التحميس الطرافة في الأدب الحسن
بالادب الحساني ولا بالادب العربي الفصيح ما ينصاب عنه. ما عيتي تجبري قنا ما فيه ابداع ذاك ولا فيه جمال ذاك، غير تجبريه مرفوض والناس تبقيه تبقيه نحكاله. هو قاع عود ابداع فيه لا عاد طرافه تزيد، ما هو قاع الا في ما هو قاع الا في الغنى وحده طرافه تزيد في كل شيء حق بقى. نسخ تفوبي المهم في ذلك القبول هي القبول القبول كيف قلتي قبول ما ينصاب عن حد ما راه قاع شو غناه الواقع له ما ولا يرسد ولا تعود الناس تحكي ما ينصاب عن ايه ولا تحكي لهم شي فيهم في الصغير قلت في التوحيد قلت الدنيا سنتات بمرك ولا يعقم مخلوق لظهرك في الروح حمدك كيف شكرك يرفع قم الباس ويستر وانت قاع استرك للمكشوف الباس قلت مولي فيها ونطلع قلت شيها موريتان ملم طربي موريتان ملم طربي واشبه من لوطان عندي ومن اعماق قلبي نبقي موريتان ملم طربي واشبه من لوطان عندي ومن اعماق قلبي نبقي موريتان ابي ما قط لانت للمحتل ولقط خانت الامان من يوم قامت معروفه بالشام وفي دهر الفسوق صانت الاخلاق والاحسان موريتان ملم طربي واشبه من لوطان عندي ومن اعماق قلبي نبقي موريتان. هذا تمجد بلا حاجه قالوا عنه زاد ملي ملي ما الله يحب الوطن الوطن اسكي هذا زين ان شاء الله. ايوا جميله لا تقولي لنا شي في البيان ولا يعبره لقال حد من نصرتكم شي طايب ولا يعبره لقال حد من نصرتكم شي طايب ولا يعبره لقال حد لقال حد من نصرتكم شي طايب ولا اله الا الله والله الا حكمه.
فنان بعد عندي ولا انا يوم قريب شي ما هو بعد مدير فن اخر لا بد من مدير خبيطك وين بين حلاوه اخبيطك وابي الحلاوة اخبيط الضيق ركز بي الضيق ركز بي شيخ ولا قط السوا شيخ ولا قط السوا شيخ ولا قط السوا خبيط الوعد مركز بك لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 ولا لا يبامبي ما وحى لا يبامبي لا 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 يبامبي ما وحى لا يبامبي لا وحى ولا لا يبامبي ما وحى لي قبل أبو يبامبي لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 اللهم يا مولانا سميك وضعت وجبي لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا 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 لكن لا لكن لا لكن لا لكن لا اسكي اسكي جميلة هذا ما شاء الله شعير ما شاء الله زين الحسوس المولي محمد صالح والله إذا تحكي لنا هون شي في البوير والله قال شي تفنوا بما ينعبد رب الكون ولا تنكر التورس للخير ولا تود جورا ينبين جارا جاي تفنوا بما ينعبد رب الكون ولا تنكر التورس للخير ولا تود جورا ينبين جارها والعدالة مرات سند في العقبة طاح حمارها والرحام ما فم حد ذاك ويطرح نارها وقت جيت انت ذاك صد جبرة الأخلاق أنصارها ودعيت الناس لين بعد زازك ينبين عارها ودعيت الناس وذاك بعد ودعيت الناس لين بعد زازك ينبين عارها والأصنام اللي كانت تنقصد عقب تعرفت مقدارها والعدالة من كل قد عقب شغلات أنوارها ونور الرحام زاد بد بطت الأكوان أمطارها والدنيا قبلك لا تليت
نوصف للناس أخبارها كانت مرة ومن جيت يبين مر مرارها الدنيا قبلك لا تليت نوصف للناس أخبارها كانت مرة ومن جيت يبين مر مرارها عليه الصلاة والسلام اطم اللي قلت هون اطم اللي قلت هون عد على فعل الخير ده ادع لفعل الخير دال واطرح له عنك كل بالي البال تعود بلا مثال في كل معبود يبارك عن فعل الخاسر تمشى ليدك والفمك جارك الناس التنفع يا البال الخاسر ما تشارك قيد شملك عن كل عار خليه في طوقك بارك غيري لو ضاقت بيك دار ديرك راعك بالحارك فطم اللي قلت هون يا مولانا دريت حر يا مولانا دريت حر عذابك يومي انقبر وقت اني عمر قاع مر بشي ما عنده قيمة اشرب التاج وفي السهر ورد فايت قديم ما نقرا حرف ولا نصيل رحيم ولا رحيم والواحد فيه الا وكيل الغيب والنميم حسبنا الله ونعم الوكيل والله الله ما شاء الله حمد صالح زين ايوا زيدان تخبط لنا هون وزر في البيا الله الله ما شاء الله يعزف جيتار ما شاء الله العزف الزين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه والله ما شاء الله ما شاء الله عاتن عليه ما شاء الله هو في ذا السن ما شاء الله عليه الوزن زين ما شاء الله عليه ايوا جميله لي تقولين شفليين قولي لنا عفاف شفليين بين الوقت تلاحت
زلنا لي نقصوا هذا جديد. الفيرجين الفيرجين يشكر شفيع المذنبين، الفيرجين الفيرجين يشكر شفيع المذنبين. الشكر زين اللي بين، الشكر زين اللي بين، الشكر زين اللي بين. هو الشفاع يوم المحشر، هو الشفاع يوم المحشر، أمة محمد أجمعين أجمعين أجمعين. الفيرجين اشكر شفيع المذنبين، الفيرجين الفيرجين اشكر شفيع المذنبين. عليه أبطل الصلاة محمد سيد المرسلين، مرسلين مرسلين. الفيرجين الفيرجين اشكر شفيع المذنبين، الفيرجين الفيرجين اشكر شفيع الشكر زين اللي بين. هو الشفاع يوم المحشر، هو الشفاع يوم المحشر، يمة محمد أجمعين أجمعين أجمعين. الفيتين الفيتين يشكر شفيع المذنبين، الفيتين الفيتين يشكر شفيع تقولي انه شيفك حال بتي بتي تريد كسر بتي. عقار
صوان مبقف البريح ظل الحاك اللي نهاير وليين نزول يظل بيح بيقي وفاوت بالتصبار بيقي وفاوت بالتصبار وتراويح الخير تراويح غير الرحالة ما عمار من تصريف الحي راحوا شوفتي كفاية قوى ازربها قبلتها مسهول وجدرها عاده باللقاء وجماعته ما تتشوف منها منك رداد اخبار ولا ليلة إلا إلا الله لا 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 ليلة إلا 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 الله الله هاي شو بفضلك ربي ولا بعملي بعملي
دخلي 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 واجب قتلي 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 عني 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 يا عني ما واجب قتلي اللهم بفضلك ربي ولا بعملي اللهم بفضلك ربي ولا بعملي عملي اسكي والله اسكي. ايوا محمد صالح لا تقول انه شي في البتيت الوقت ما تري حتى يسمع لاي نحكي لك هون شي من البكاء على الاطلال والله شي قريب من ذاك خلي هون مناسب له البكاء على الاطلال قال خلط قبيل الدحمي سيلا هنا في دمينن للتنزاه والتنزاه وخلق مرياه في مينن معمول عليه لا خلط على رقة تنزاه نحييها صلني نبقيه وقلبني نعرف قاع علاه جوليت وما خلط نحييه كان بي ثقل الليعات والله بي عني ناسيه والله رخصت العقل عيات رخصت العقل ذاك تواسيه اسكت يا اللي هون قال يا واد البركة كنت ملان من الأحباب والأصحاب وكان يمك زين وشيخ الوديان كنت ومقصد للقيافة شغلة الدهر المال وما نلمتين الما فيه الراف مهيني نستخلى وشياء والفريع معله وتوافى وقريتي لقفات تبان وقطعت في الشدة مسافة والميل احتيني قيد كان بيار وصفي ونشافة والدويرة ما فيه قران نشقني خالي السافة ومينن رمدت والسكان عادوا يا لطيف جيافة في المقاف والساكن كان في مقفوعات في المقاف قال مولي مين انك انتم ماسيها موكر له ونبقيها وكان دليلي يقطع بيها عطشان عليها من السركي طار وكنت الملهفيها بالزر الدوني والهكي والدعر الفوت تيجي ماني من ثقل من الشكي وقت نيامس خلط عليها مجدوبة شوفتها تنكي ولا فيها لهوة المطموع مرقت همتان الضنكي بكيتي لين فرقت دموع ما خلى النوع يبكي احكي لي طلع هون بتيت الناقص اللي فيه شوي من الطرف الله قال شرقت مع الشعار نوب في الاخضار وبقيت له عار نصبح شاعر واعر بي وبقيت له عار نصبح شاعر واعر فيشي ومنين الطار بعدني مشاعر بدعمات وكثار حزيمي وتناعر وقلبني الفكاك يمر مني شاعر ونسيت غناي لك وهو الزايد واعر اسكي الله يسكي حل ان شاء الله زين الله الله حل زين حتى يظل الله طيب ان شاء الله عليه صاحب لقب شاعر التوحي ان شاء الله ما هو ظالم ايوا جميله ليه تقول لنا شي مول في بياض البتيت تريد وقت ما تلي اسمع تقول لنا مول بيت وقولي شو I'm
لي واني احيا واني تزهق عجلي واني واني لا مني مرق بعد مغني والله لا احرق هو مني مرق بعد واني احيا واني مني مرق بعد مغني واني احيا واني مغني بعد مغني مني مرق بعد واني 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 ابوه واني ون ون واني وليقاع مولي اللي زين ما شاء الله برهنتنا عن الفنانات ما زالوا يخبطوا الطبل ما شاء الله حنختتم انا. اذا مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الحلقه نشكر ضيوفي اللي حضروا معايا فيها في الجانب الادبي الاديب المتميز محمد صالح والصالح شكرا، والفنانه الكبيره جميلة متبوب وجدو شكرا، والفنانتين الشابتين عفاف وعزة شكرا، والعازف الشاب صاحب العزف الجميل زيدان ولنانة شكرا، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، والشكر الطاقم الفني الذي أشرف على إنجاز هذه الحلقة في التصوير والإخراج سالم الخليل، وفي الصوت سيدي محمد الكوري، وفي الديكور علي الشيخ عليون، وفي التقديم نفيسة من تبنو. إلى ذلك الحين لكم تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء. كنتم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الوطنية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تغطيات خاصة. لازلنا مشاهدينا الكرام نرصد تداعيات المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية الذي أطل من خلاله على الشارع الموريتاني، وهذه المرة سنحاول بحول الله أن نرصد هذا المؤتمر مع الصحفيين الذين حضروا لوقائعه مع رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز، حيث سنتطرق إلى مواضيع عدة، أولها الانطباعات العامة عن هذا المؤتمر الصحفي، ثم أيضا المضامين والرسائل التي حملها المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية. إذن هذه الإطلالة مختلفة عن بقية الإطلالات مع السياسيين، هذه المرة مع الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي، وسنحاول أن نرصد الزاوية الأخرى من هذا المؤتمر بعيون إعلامية. دعوني بداية أرحب بالفريق الإعلامي الذي حضر وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية. أرحب بالزميل محمد ولام حضر عن قناة الوطنية، أهلا وسهلا بكم. أرحب أيضا
عنا بزميل الهيبة والشيخ سيداتي حضر عن موقع الأخبار. أهلا وسهلا بكم. أرحب بالزميل أيضا محمد محمود أبو المعالي عن أيضا أخبار نواكشوط. أهلا وسهلا بكم محمد محمود. وأرحب أيضا بالزميلة منتان المرابط عن قناة دافا. أهلا وسهلا بك. وبالزميل أيضا كيسيما جاغانا عن لا تريبين. أهلا وسهلا بك معنا. إذن بداية سأبدأ معك محمد تحديدا، يعني بطبيعة الحال التنوع والاختلاف سيكون في الانطباعات العامة التي خرجتم بها من المؤتمر الصحفي مع رئيس الجمهورية. نريد أن تحدثنا بداية عن الانطباعات التي حملتها معك وأنت خارج، خاصة وأنك لأول مرة تحضر مؤتمر صحفي لرئيس الجمهورية. دعني أنا بدوري أرحب بالزملاء لأني أنا داري هم. أهلا وسهلا بكم جميعا. كذلك عن الانطباع، أنا قد أكون مثلا في الانطباع لأنه كما قلت أول مرة أحضر المؤتمر الصحفي، يعني لا يمكن أن أقارنه بمؤتمرات ثانية لأني أول مرة أحضر رئيس الجمهورية. طبعا من ناحية الشكل أعتقد كان عادي بسيط، لم نشعر فيه بأي مثلا ما يدعو للارتباك أو يدعو لي، كانت الأمور بسيطة وانسيابية وعادية. نعم، وكانت مجهزة بطريقة منظمة، يعني تصرفنا كأننا في مؤسساتنا، أو كانت الأريحية هي الطابع العام. هذا من ناحية شكل. من ناحية المضمون يبدو أن رئيس الجمهورية كان عنده رسالة محددة يريد أن يبلغها. هذه الرسالة هي موضوع التعديلات الدستورية والتوضيح إلى أين نحن سائرون. كانت هذا هو لب الموضوع. الأمور الثانية اللي طرحت تم التعامل معها أعتقد بشيء من الارتباك أو الاستفزاز، أو يعني كان رئيس الجمهورية يريد يعني يريد ما يعني يريد يعني مهما كان السؤال ومهما كان الطرح يريد رسالة معينة يبلغها. حصل هذا لاحظته زميل محمد اللامة، يعني أنت كنت الأول على ما أعتقد عن يمين رئيس الجمهورية. حظيت بالفرصة الأولى في طرح الرسالة. تداول المدونون على صفحات التواصل الاجتماعي ما أسموه بتفويت الفرصة في طرح الموضوع الذي هو حديث الساعة الذي يتعلق بالتعديلات الدستورية. هل لاحظت يعني ونحن لا رأينا رئيس الجمهورية تجاوز سؤالك إلى الزميل محمد محمود أبو المعالي، هل لاحظت أن الرئيس يعني متعجل على قضية التعديلات الدستورية وبالتالي تجاوزك مباشرة؟ هل لاحظت هذا؟ صحيح، هو الكلام اللي قلتك، الرئيس كان عنده رسالة يريد أن يبلغها، كان يريد من يطرح هذا الموضوع بدون مقدمات. أنا كان عندي رأي ثاني. رئيس الجمهورية أشار إشارة للمقاومة. أنا جيت كنت متابع للمشهد السياسي، وكنت أعتقد أن هناك من يريد أن يعسكر الموريتانيين بين معسكرين، معسكر للمقاومة يمجدها ويخون مؤسسي الدولة الموريتانية، ومعسكر يمجد مؤسسي الدولة الموريتانية ويخون المقاومة ويصفها بالأوصاف غير اللائقة. أعتقد أني قدمت للرئيس الجمهورية على طبق من ذهب ما كان يمكن أن يستغله، وكان يمكن أن يعطي صورة الصورة اللي إحنا كانت في يعني في ذاك موريتانيا. كانت المقاومة لها مكانتها، لها احترامها، لها تمجيدها، لها تاريخها، وكان أيضا مؤسسي الدولة الموريتانية لهم مكانتهم ولهم احترامهم، ولا تناقض بين هذا وذاك. كنت أعتقد أن البداية من هون قد تكون يعني أكثر يعني تعطي الموضوع بعد ثاني. كنت كذلك أعتقد أن الرئيس يعني موضوع المقاومة تقريبا من سنتين بدأ يطبخ، يعني في بداية حكم الرئيس محمد عبد العزيز كان الكلام على المقاومة كلام عادي، لم يكن هناك كلام عالي بالنبرة اللي موجود بها اليوم. كنت أريد أن في موضوع سؤالي الأول، أولا كنت أعتقد
أعتقد أنا، وهذا رأي قد يكون خطأ وقد يكون صح، كنت أعتقد أن موضوع 38 هذا ليس سبقا وموضوع مفروغ منه. هذه الفكرة اللي كانت عندي. الرئيس وعد مادة 38، وعد كنت حكم سبق، هذا كان حكم، كان تحصيل حاصل عندي. مثلا طرحه ما كان، كنت مثلا أريد أن أعتقد من وجهة نظري أن كان الموضوع سيكون المعالجة ستكون أكثر عمقا لو تم توضيح الموقف من موضوع المقاومة في مقابل الآباء المؤسسين أو ما يوصفون ب. واضح. إذا ننتقل إليك أستاذ هيبة عن الانطباعات بطبيعة الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الصحفي كان مؤتمراً صحفياً من خرجات الرئيس جمع به من حيث شكل بين ما كان يسمى بلقاء الشعب ومؤتمراته الصحفية، وأحضر بعض الجمهور لا يصل مستوى الشعب التي كانت تنظم في مهرجانات مفتوحة في أماكن لا يصل من حيث الكم أو من حيث الكيف، لكنه جمعه مع عدد من الصحفيين، فهي ربما الإضافة الوجهانية الجديدة. أيضا الرئيس كان بداك عادته في كل المؤتمرات الصحفية يتدخل في كل شيء. قبل بدء الجلسة قال للغير في شكل الإدارة الإرادة لنارة التي أصلا تكون معهودة من عمل البني، لما جلس قال غيروا عني الإنارة بشكل لأنها لا تريحه في ذلك الوقت. كان أيضا في مضامنه عاديا، وفي تحضيره يختلف جدا عن خرجاته السابقة، لأنه في الغالب كان يكون عنده أرقام وعنده معطيات يقدمها ويتحدث عنها، ربما لأنه كان يريد أن يتحدث عن رسالة مسبقة كما قال أستاذ زميلي، وأتفق أنها كانت معروفة قبل تداولها ومشهورة. لم تكن معه أي وثيقة ولم يقدم أي أرقام خلال عكسا لخرجاته الماضية. بدأ كل الخرجات الإعلامية في بدايته يكون متوتبا وبقدر من التوتر، ولا يريد الأسئلة وينظر إلى بعض الصحفيين أو كلهم كأنهم خصوم أكثر من صحفيين يريدوا أن يقدموا أسئلة في الموضوع. في محصلة المضامين كانت فيها هناك مضامين سياسية كانت كما قال متوقعت تتعلق بالتعديلات الدستورية، ويبدو أيضا أنها لم تحضر بالشكل الكافي، لأنه تحدث أن هذا لا يعني المجلس الدستوري وأن هناك أمور كأنها في الدستوري لا تعني المجلس الدستوري. سنتي على التعديلات على المضامين السياسية التي حملها المؤتمر، لكن فقط حاليا الانطباعات التي خرجتم بها من هذا المؤتمر. إذن انتقل إليك أستاذ محمد محمود. أنا الحقيقة ليس لدي الكثير مما أضيفه على ما قال الزميلان، فقط أعتقد أن هذا المؤتمر ربما كان أكثر هدوءا من المؤتمرات السابقة، لأنه يبدو أن الرئيس جاء مصمم على أن لا يتم الدفع به نحو المواجهة مع الشيوخ، وبالتالي حاول أن لا تكون هناك مواجهة، وإن وقعت أحيانا بعض الهنات في هذا القبيل مع بعض الزملاء. حمل العديد من الرسائل، أهمها كانت الرسالة التي تحدث زميلاني أنها كانت أصلا معدة وسربت، لكن على الأقل هذا أول تصريح رسمي بها وأول ومن قمة هرم السلطة. لكن هذا يجعلني تحديدا عن هذه النقطة، أنت برأيك يعني كما قال زملائي، أنت برأيك أن الصحفي يمكن أن ينطلق من حكم مسبق، مثلا يأتي في قلبه وفي قناعته بأن الرئيس ذاهب إلى المادة 38 بالتالي أمر مفروغ منه، يعني هل يمكن للصحفي أن يأخذ هذا الموقف؟ لا. أنت حين تكون لديك معلومة لا يمكن أن تتشرد منها. كانت هناك تسريبات من داخل السلطة أن توجهها نحو الاستفتاء، لكن عموما الرأي العام كان ينتظر تصريحا من الرئيس بها، لأنه حتى بدأت تسريبات أخرى تقول أنه ربما يتوجه إلى مراجعة التعديلات، وربما وأن الإمكانيات المالية ربما لا تسمح بذلك. ومن هنا أنا انطلقت في سؤالي الأول من موضوع ماذا بعد رفض الشيوخ، لأن يعتبرون السؤال الذي يطرحه الرأي العام وأن ما حصل من تسريبات
هي مجرد محاولات إجابات، وهذا طبيعي جدا حينما يطرح سؤال من هذا الحجم الكبير على الساحة تبدأ الإجابات عبر التسريبات وعبر الشائعات إلى أن يأتي الجواب القاطع للشك باليقين، وهو ما جاء على لسان رئيس الجمهورية. صحيح أنه إجابة كانت متوقعة لم تأتي